للشباب انه واحد النهار حنا دخلت السياسه، دخلت ليها حتى انا شاب، يمكن ماشي بحالكم، دخلت ليها شويه معطل، ولكن دخلت ليها شاب. ولكن جاو واحد العدد ديال الناس اللي اطونا واللي وجهونا باش اليوم كنخدموا مع صاحب جلاله. وحنا الدور ديالنا ماشي باش نبقاو، لن نكون ابدا هذاك الحزب ديال اللي كتشوفوا فيه يعني رؤساء كيبقاو سنين وسنين، ولا هذا. حنا غادي يكونوا ان شاء الله كل واحد غادي يدوز المرحله ديالو، وكل واحد عنده المهمه انه يدفع بالشباب ويبلاصي الشباب باش يكون يعني في المستوى ديالو. حنا ما يمكنش البلاد ديالنا يعني تبدل، وما يمكنش لكم تنجحوا في الانتخابات، وما يمكنش تبدلوا النظره ديال يعني هذاك الشيء اللي بغى سيدنا الله يصور باش نمشيو بسرعه الى الشباب ما اهتمش بالسياسه. اللي كيقول انا جو سوي با كونسيرني، هذا الشيء ما كيهمنيش، والسياسه ما غلط غلط غلط. نزرع السموم داخل الشباب، كفى من نفائ النموذج ديال الإقصاء والإقصاء المنهج كيجعل أن الشباب يهرب من السياسة. قسام لغة التيئيس والظلامية للبلاد أن كل شيء كحل، كلكم تديروا والو، وهذه كل أمور لن نقبلها. وأنا صراحة مدافع أن نكون صف واحد، وبتكون الشباب وبتكونوا في صفي وفي صف جميع ديال القيادات الحزبية في التوجه حول بناء هذا الوطن. Thank you.